نبقى في تونس، حيث رفضت النيابة العامة الإفراج عن 5 طلاب في معهد حي الأمل الثانوي بمنطقة فوشانة جنوبي العاصمة، تتحفظ عليهم السلطات الأمنية على خلفية مشاركتهم في احتجاجات في خطوة لقيت انتقاد منظمات حقوقية. السلطات الأمنية أكدت أنها تدخلت لوضع حد لأحداث الشغب بعد أن عمد بعض المحتجين لاستعمال زجاجات الحارقة. لم تتوقف مساعي زملاء التلميذ عمر الذي أوقفته قوات الشرطة بداية الأسبوع للضغط من أجل إطلاق سراحه. عمر وأربعة من تلاميذ معهد حي الأمل بمنطقة فوشانة أوقفوا على خلفية احتجاجات نفذها التلاميذ احتجاجا على تداعي بنية قاعات التدريس، وقد رفضت النيابة إطلاق سراحهم قبل عرضهم على القضاء نهاية الشهر الحالي. الحكاية اللي صارت اللي ما فماش كورديناسيون ما بين الإدارة والتلامذة نتاعهم، التلامذة احتجوا على كيفاش صالة هكاكا، كيفاش المرحاض هكاكا معناها والكل، دونك قروا اللي باش هكاكا يخرجوا يعملوا كما يصير كل عام معناها. قضية إيقاف التلاميذ الخمسة أثارت قلق المنظمات الحقوقية التي استنكرت سجن تلاميذ من أجل احتجاج وصفته بالسلمي، ما قد يؤثر سلبا على مستقبلهم الدراسي. أما السلطات الأمنية فقد اتهمت التلاميذ بتعمد استعمال الزجاجات الحارقة خلال الاحتجاجات وتخطيطهم لإحراق وتخريب بعض منشآت المؤسسة التعليمية. احتجوا على عدم صلاحية القاع وعلى دورة المياه اللي هي في حالة كارثية صراحة، كيف هذه تتجاوز إمكانية المعهد، لأن الصيانة هذه ما يعملهاش المدير. حادثة المعهد الثانوي بفوشانة أثارت الجدل من جديد حول وضع البنية التحتية لمؤسسات التعليم في تونس، حيث أكدت دراسات مستقلة تدهور وضع نحو 60% من المدارس والمعاهد الثانوية وافتقارها إلى الخدمات الأساسية، مما أثار احتجاجات المدرسين والطلاب في كثير من الأحيان، وضع لم تنكره وزارة التعليم والتي أكدت أنها تسعى سنويا لإصلاح وترميم عشرات المؤسسات التعليمية كلما توفرت الإمكانات المادية لذلك. بالنسبة للمدارس اللي صاير فيها إشكالات على مستوى ترميمها، تعرفوا مليح اللي عديد المقاولين شهدوا صعوبات كبيرة السنة وحتى السنوات الفارطة الاثنين مع الكوفيد، وما تمكنوش باش يكملوا إنجاز مجموعة من الأشغال المبرمجة في مدارسنا ومعاهدنا وإعدادياتنا. نحاولوا نعزلوا الجزء من المدرسة اللي فيه أشغال على الباقي باش نوفروا ظروف أحسن ما يمكن لوليداتنا، ما عندناش خيارات أخرى. إصلاح وضع البنية التحتية لمؤسسات التعليم يمثل أبرز المطالب التي ترفعها نقابات المدرسين كل عام، وتشكو عديد من المؤسسات من النواقص سيما في المناطق النائية والمهمشة. من قضية حقوقية تتعلق بسجن تلاميذ على خلفية احتجاجات إلى قضية أعقد تتمثل في ترد البنية التحتية لعدد من مؤسسات التعليم، وضع لا تنكره السلطات التي تؤكد مساعيها للإصلاح في حال توفرت الإمكانات المالية. توفيق عياش الحرة، تونس.